خبراء وباحثون وأكاديميون من مختلف الجامعات المغربية التأموا أمس ضمن فعاليات اللقاء الجامعي الوطني الأول الذي انعقد برباط تحت شعار الجامعة والثقافة واللسانيات أو الإنسانيات، لقاء غايته تنمية المهارات في خدم التطورات الرقمية المتسارعة وتعزيز مساهمة الجامعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. التفاصيل مع فردوس الحرش ومحمد ناصري. الملتقى الجامعي الأول للجامعة المغربية حول الثقافة، لقاء شكل فرصة للأكاديميين والخبراء والباحثين من الجامعات المغربية للالتقاء ومناقشة موضوع الجامعة والثقافة والإنسانيات، حيث ستتاح الفرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم البحثية في مجال الثقافة والإنسانيات والشروع في إنشاء شبكة تعاونية لتطوير وبحث المشاريع المستقبلية. من التحولات الكبرى اللي دارت الجامعة المغربية وهي كيفاش نقويو القدرات الإنسانية، كيفاش نقويو المناعة ديال الشباب ديالنا والثقافة والإنسانيات. راك تعرفوا الأهمية، سيدنا الله ينصرو كيأكد على تكوين رأس مال بشري، وباش نكونوا رأس مال بشري متكامل خاص تكون عنده هاد الثقافة وهاد الإنسانيات. مبادرة تهدف إلى أن تكون بمثابة حافز للتغيرات والإصلاحات اللازمة لدعم الثقافة والعلوم الإنسانية، وبالتالي تعزيز مساهمتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا. La culture a un rôle très important dans la formation des jeunes de demain. الملتقى الجامعي الأول حدث مهم جدا في تدريب شباب الغد حول الثقافة والإنسانية، وشكل اللقاء فرصة للباحثين والأكاديميين لتبادل خبراتهم ومعارفهم. لقاء الأول من نوعه يكرس الآن التوجه الاستراتيجي الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول دور الثقافة في تنمية روح الإبداع لدى الجامعات، لدى الطلبة، لدى الفاعلين الجامعيين بكل أصنافهم. الهدف الرئيسي للملتقى الجامعي الأول للجامعات المغربية حول الثقافة تنمية المهارات العلمية والتكنولوجية والثقافية للطلبة الباحثين، تعزيز المهارات اللغوية وغيرها في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم. وللمزيد حول هذا الملتقى معنا مباشرة من الرباط السيد فريد الباشا، رئيس جامعة محمد الخامس برباط بالنيابة. إذن سيدي، بداية، ما المغزى من اختيار موضوع الجامعة والثقافة والإنسانيات كعنوان لهذا الملتقى الأول للجامعات المغربية برباط؟ شكرا لك. المغرب حضارة، المغرب له ثقافة غنية وتراث ثقافي غني، وهمنا وهو أن الطلبة في الجامعات، لأن الجامعة فضاء حياة، أنهم يتشبعوا بهذه الثقافة. وصراحة كانت هناك مبادرات داخل الجامعات المغربية، ولكن مع إصلاح المنظومة التعليم العالي تفتحت الأبواب بصفة أقول مؤسساتية أو رسمية، على اعتبار أن الثقافة ومسألة القيم والإنسانيات دخلت في هيكلة البيداغوجية للجامعات. فأعتقد أنه الجامعة ليس فقط فضاء من أجل المعرفة والشهادة، ولكن فضاء لعلاقة مع الآخر في مسألة الإنسانيات الإنسانيات والقيم الكونية في احترام الهوية المغربية، من مهام الأساسية للجامعات المغربية. والآن دخلنا في عهد جديد لإعطاء للثقافة كل مكان داخل الجامعات المغربية. نعم، الملتقى أتاح للمشاركين تبادل خبراتهم البحثية في مجال الثقافة والإنسانيات، وطرحت خلاله فكرة إنشاء شبكة تعاونية بين الجامعات لتطوير المشاريع المستقبلية. فما أهمية هذه الآلية، وما هي أهم التوصيات الصادرة عن الملتقى؟ هو الغرض من هذا اللقاء اللي كان صراحة أول لقاء من نوعه، حيث أنه جمع كل الجامعات المغربية لنقول كجامعات دور الثقافة والإنسانية داخل الفضاءات الجامعية، وما نكتفيوش بمبادرات يعني معزولة. الهم ديالنا هو تكون عندنا رؤية، تكون سياسة ثقافية
على الصعيد الوطني ولكن كذلك على الصعيد المجالات الترابية التابعة لكل الجامعات للتعاون بالطبع ولكن كذلك للاستراتيجية واضحة تجعل من الثقافة يعني محطة أساسية داخل مسار الطلبة ديالنا. شكرا لكم على هذه المعطيات السيد فريد الباشا رئيس جامعة محمد الخامس برباط بالنيابة.